مين أفضل حارس عربي في موسم 2022-2023؟ معز بن شريفية، حارس مرمى نادي الترجي التونسي والمنتخب الوطني. عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب الوطني. رايس مبولحي، حارس مرمى نادي القادسية ومنتخب الجزائر. محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري. ياسين بونو، النجم الساطع في سماء المغرب وحارس مرمى أشبيلية الأسباني.